يا مساء الفل على كل مشاهدينا ومشاهدي برنامج عقار مصر، حلقة جديدة من البرنامج العقاري يعتبر اللي بيهتم كل التفاصيل الخاصة بالسوق العقاري المصري. النهاردة عندنا معلومات كتيرة جدا، عندنا انترو مهم جدا، في أخبار مهمة تهم المطور العقاري، تهم المستهلك، تهم السوق العقاري كله. خليني الأول أبتدي بأول خبر معايا. أول خبر معايا خاص معايا المهندس شريف شربيني. طبعا الفترة اللي فاتت استجاب لمطالب غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وأصدر 3 قرارات مهمين جدا. وزير الإسكان استجاب اليومين اللي فاتوا بثلاث قرارات كان بقالهم سنين أو بقالهم فترات كبيرة جدا مش عارفين نقدر ناخد فيهم قرار، ودي أهم حاجة في الوزارة الجديدة، أهم حاجة في القوة الجديدة اللي هي قوة الشباب. مهندس شريف شربيني، خلينا نقول القرارات مع بعض وبناء عليها هيكون معانا مكالمة مهمة جدا. القرار الأول معانا توجيه وزير الإسكان بتحديد سعر ثابت للأراضي مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضي، حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرا مبدئيا للأرض مع بداية الطرح، وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي ما يترتب عليه مخاطر استثمارية لدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به. بمعنى إيه الكلمتين دول؟ بمعنى إن أنا حطيت سعر ثابت للأراضي اللي أنا بشتريها. ما كنت الأول لما باجي أخد قطعة الأرض، الأرض بتبقى بسعر في البداية وفي الآخر خالص بيتحط سعر جديد. دي كانت نقطة مهمة جدا، والمطور العقاري مش عارف هو هيشتري إزاي، هيشتري بعد قد ايه؟ طب لما هيجي يشتري هل بيبقى بنفس السعر ونفس فكرة دراسة الجدوى ولا لا؟ القرار الثاني، وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80%، وهو ما يمثل محركا ماليا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل، ويمتص جانبا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية، ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم. ودي نقطة مهمة جدا، انت ازاي تقدر تخلي فيه سيولة مع المطور علشان يقدر يبتدي ينمي المشاريع الخاصة به والمشاريع اللي بعد كده معاه. القرار الثالث، ايضا وزير الاسكان وافق على مد اصدار رخص التشغيل المباني الادارية لتكون كل 5 سنوات بدلا من عام واحد، ومع مراعاة مراجعة الدفاع المدني سنويا، وهذا الاجراء يكون من الاجراءات والاعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء التراخيص سنويا كما في السابق. طبعا هيكون معنا مكالمة مهمة جدا مع المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري. أهلا بك يا فندم. حضرتك بخير. طبعا في 3 قرارات مهمين جدا الفترة اللي فاتت طبعا اتخذهم ووافق عليهم طبعا وزير الإسكان، وكانت 3 قرارات مهمين جدا للمطور العقاري ومهمين للسوق العقاري ومهمين للمستهلك. محتاجين من وجهة نظر حضرتك تأثير هذه القرارات. طيب خلينا نبتدي الاول ان غرفه التطوير العقاري يعني كجهه رسميه ممثله لهذا القطاع معنيه بشكل كبير جدا واساسي بالاستقرار في هذا القطاع، واي وجهات نظر متبادله بين جهه الاداره المؤثره في هذه المجتمعات وبين المطورين هي المعنيه بهذا الدور بشكل رسمي. الفتره الاخيره حصل مساحه كبيره من الجدل حول الآلية اللي اتطبقت مؤخرا وهي ما يسمى السعر الابتدائي والتقديري والسعر النهائي. ايه تفسيره ده؟ مطور عقاري بيدخل يشتري ارض على الموقع تحت المجتمعات، بيلاقي رقم بقيمة الارض مكتوب تحديد سعر تقديري، فبيبتدي يعمل دراسة جدوى ويحط كل الآليات المالية والفنية بتاعته ويقدمها للوزارة. طب الوزارة او الهيئة بتنهي إجراءات التخصيص على ما تعمله العقد، تاخد مدة 4 شهور 6 شهور أكتر. الوزارة بتقول إن أنا حفاظا على يعني قوة الدولة والمال العام هرجع عيد تصير عن الترسية النهائية والتعاقد. طبعا ده بيعمل نوع كبير جدا من الإخلال والإرباك للمطور العقاري، لأن أنا درست على رقم، بالتالي كل حساباتي المالية والفنية قايمة على هذا الرقم، لو حصل تعديل فيه ممكن إن أنا أتراجع على إتمام البيعة، او ممكن انها تعمل دراسه غير موفقه وغير ناجحه كبالنسبه للاقتصادي للمشروع. صح. لان انت كده كانك داخل على مشروع مجهول القيمه. فطبعا كان لازم ان احنا نتصدر الموضوع ده. الحقيقه التقيت بالمهندس شريف شربيني اكتر من مره، وانا الحقيقه بقدم ليه شكر لانه كان داعما بشكل كبير جدا. والحقيقه الفلسفه والتوجيه اللي يعني قامت الرئيس بتتحدث عنه في الوزاره الجديده هو دعم الاستثمار. ودعم الاستثمار ده بما لا يخل باي التزامات للدوله ولا حقوق الدوله، لكن لازم نبقى شايفين ايه الاليات اللي تخلي فعلا المستثمر في حاله يعني ايه
نجاح ورضا عشان يكمل ويتوسع لكن في الاخر بشكل كبير. حقيقي. فالحقيقه عملنا لجنه كده وجلسه بين غرفه التطوير العقاري ومع سياده الوزير ومع الساده النواب، وصلنا لحل يحقق التوازن ويخلي السعر ثابت وما يضرش باي يعني اليات ولا ماليات للدوله. والحل ده الحمد لله بدا تنفيذه وهيبدا يفعل بشكل كبير جدا من 1/9 القادم، وبكده يبقى الملف الجدلي المهم جدا ده انتهى بالتصدي ليه مع السيد الوزير. يبقى خلاص هو يبقى تثبيت سعر الارض من اول ما بفكر اشتري لحد اما خلاص اخلص كل ورقي، صح كده؟ بالظبط كده، بالظبط كده. كويس جدا. ودي طب القرار الثاني، ودي الاليه اللي تخلي كلا الطرفين فاهمين، المطور العقاري عارف هو قدم ضغط على قد ايه، وفي نفس الوقت الدوله حاطه حساباتها بالمدة الزمنية اللي هي طرحها عشان ما تتأخرش فيها، لأن لما بتتأخر هيبقى ممكن يكون في تعديلات سعرية. لا، احنا بنتكلم على مدة مثلا 3 شهور 4 شهور، هي دي المدة اللي بين الترسية وبين كراسي الشوط الأولى. تمام، كده حصل توازن كبير جدا مهم للاستقرار في هذا الإطار. الموضوعين الثانيين برضو الحقيقة الغرفة تبنتهم، وهو موضوع رخص التشغيل. حضرتك تعرف ان اي مبنى إداري تجاري طبي تعليمي ترفيهي بياخد ما يسمى رخصه التشغيل بعد ما ينتهي مبنى خلصان وبيشتغل، صح؟ لازم ياخد رخصه التشغيل. الرخصه دي مكونه من 7 أو 8 موافقات: امن صناعي، صحه، بيئه، جهاز، مطابقات، دفاع مدني، امن عام، كاميرات، اجهزه كتير جدا بتستغرق وقت بين 6 شهور وسنة عشان تحصل على كل هذه الموافقات وتحصل على رخصه التشغيل. فالحقيقه الوضع كان اختل جدا، ان كل الناس على ما تخلص رخصه التشغيل تلاقي نفسها خلصت، فتخش في الرخصه اللي بعد منها السنه اللي بعد منها برضه نفس الموضوع. اللي بعد منها طبعا ده ارهاق اداري كبير جدا على الناس، صح. وفي نفس الوقت يعني ما بيحققش نفع لحد، انت كده بتشغل الناس وبتوجد يعني نوع من انواع الصعوبه في الحياه اللي احنا برضه ما زلنا بنستهدف ايه الاستثمار والاستثمار والاستثمار، يبقى احنا عايزين نسهل حياه الناس بشكل كبير. فرجعنا للقانون ولقينا ان القانون الحقيقه بيسمح ب5 سنوات برخصه التشغيل مع الرجوع للدفاع المدني مره واحده سنويا. وايضا المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان مشكورا تفهم هذا الامر وقدر تعليماته الواضحه لكافه رؤساء الاجهزه بان تفعل رخص التشغيل لمده 5 سنوات مع مراجعه الدفاع المدني سنويا لكافه الانشطه، مستشفيات، كويس جدا، بين تجاريه، اداريه، تعليميه، ترفيهيه، كله يشتغل بهذا الكلام. وده حل كبير جدا جدا. اه طبعا هيساعد كل الناس بدءا من صاحب المحل لصاحب المنشاه في انه يعمل رخصه مره كل 5 سنين، فيبقى ساعتها يعني موضوع يتسهل، لكن ما يبقاش ما شيلش هم كل سنه عشان انا بخلص الاجراءات بخش في سنه اصلا. بالظبط كده. طب القرار الثالث يا فندم؟ القرار الثالث حقيقه ده قرار بقى انا بعتبره من القرارات المحوريه الهامه، لانه برضو كانت غرفه التطوير الحمد لله كانت استطاعت ان تحصل على بعض النقاط والمميزات في صالح المطور العقاري بسبب الازمه بتاعت تغيير سعر الصرف السنه اللي فاتت، من ضمنها ان اعتبار نسبه الاتمام 80% وليس 95%. بمعنى ايه؟ ان المشروع لما يوصل نسبه تنفيذ 80% يبقى المطور كده اصبح مطور جاد جدا ومعلوش اي متابعات لا في البرنامج التنفيذي ولا اي غرامات ماليه، علشان يقدر ايه؟ عشان يقدر يمتص لو حصل تغيرات سعريه الخساره بتاعته بال 20% المتبقيه. وده كان قرار جيد جدا اتعمل السنه اللي فاتت، بقت نسبه الاتمام للمشروعات هي 80%. طيب الخطوه اللي بعديها، طب انا النهارده عملت 80% مطور جاد وعندي ارض 20%، انا عايز اسجلها. صح. انا عايز احولها الى محرك مالي اقدر اخد عليها رهن، اقدر اخد ابيعها، اقدر اخد عليها فلوس، اقدر ان انا استخدمها عشان تمكنني من اتمام بقيه مشروعاتي. صح. فالهدف والفلسفه بتاعته هو ان انت يحاسبني مرحله جديده فانت محتاج دعم مالي ليها من البنك او من اي جهه، او ان انت بتستخدمها كتصدي لاي خسائر حصلت لك. فكان لازم ان هي تتعامل معامله ان هي احقيه للمطور، طالما الراجل سدد اللي عليه بسام الارض كاملا، طالما انه نفذ 80%، اذا كده هو حقق الشروط. فكان برضه فيه شويه اشكاليات وطلع بيها برضه موافقه الحمد لله على هذا الاطار، ودي هتساعد المطورين بشكل كبير. اخيرا كنت برضو موضوع ال 10% الفايده على الاقساط بسبب الظروف الاستثنائيه اللي بتمر بها، كنت لسه هكلم حضرتك فيها حالا دلوقتي يا فندم، اتفضل كمل. فالحقيقه كانت عدت سنه عليها وكانوا هيرجعوا تاني لل 30%
طبعا 30% دي بتعمل عبء كبير جدا على المطور، بانت معناها زياده كبيره جدا في سعر المنتجات وعندها ارباك في التنفيذ. فالحقيقه برضو الدوله مشكوره وافقت على 10% لمده عام، يعني سابقا كان 10 وفي 15، وده رقم كويس جدا كويس جدا بمقارنه بال 30 المعمول بيها طبعا. يعني 50% منها الحقيقه الغرفه واعضاء مجلس اداره الغرفه قاموا معايا بدور كبير جدا لدعم القطاع العقاري والحصول على هذه المميزات الداعمه والنافعه لكل المطورين. ومن قبليهم وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات والوزير شريف الشربيني قام بتعاون كبير جدا وافهام لهذا الموضوع لحله. فانا يعني بتقدم بالشكر ليه الحقيقه وللوزاره، ودايما يعني ان شاء الله هنبقى على هذا الاطار لحل اي مشكلات تظهر. ألف شكرا، ألف شكرا لحضرتك جدا. بس قبل ما انهي مع حضرتك، هل في قرارات الفترة القادمة ممكن شايف ان المطور العقاري محتاجها الفترة القادمة من 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 الوزارة الجديدة؟ يعني أكتر حاجة هو ان طبعا وثيقة ملكية الدولة بتنص على ان الفترة القادمة القطاع الخاص هيرجع إلى 60-65% من الناتج القومي المحلي بدل من 35، وبالتالي يبقى التوسع في المشاركات وطرح الأراضي مع القطاع الخاص أصبحت أولوية الفترة القادمة عشان نقدر نحقق المطلوب كوثيقة ملكية الدولة. إن شاء الله. بشكرك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك جدا. شكرا لحضرتك جدا. طبعا بشكر المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ونائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. طبعا كلام مهم جدا، كلام بيثبت كل يوم إن الوزارة الجديدة وزارة قوية جدا، وزارة فيها حيوية كويس جدا على أرض الواقع، عندهم إيديهم إن هم بيعرفوا يقولوا قرار ويمضوا عليه. دي نقطة مهمة جدا. ودي كانت أهم القرارات النهاردة اللي طلعت معانا في الانترو الخاص بينا. بس أنا عايز قبل ما ابتدي الحلقة بتاعتي، بقى الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا مع رئيس غرفة مواد البناء واتكلمنا مع بعض على موضوع الأسعار وموضوع تثبيت سعر مواد البناء طبعا للمطور العقاري، علشان ميبقاش فيه زيادات على كاهل المواطن وهو بيشتري الوحدة السكنية الخاصة بيه. حبينا ان احنا نتكلم المرة اللي فاتت، والحمد لله كان لينا السابقة ان احنا نقدر نعمل يعتبر ميرج كده بسيط ما بين المطورين العقاريين وما بين غرفة مواد البناء. هتكون متمثلة كمطورين عقاريين، هيكون متمثل الموضوع في غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وجمعية المطورين. حبينا ان احنا كنا نعمل ده الاسبوع ده، بس كان الموضوع مش مسعف معانا قوي عشان الموضوع كبير جدا. بس ان شاء الله ممكن الاسبوع اللي جاي يكون معانا تغطيه كامله وحصريه لمؤتمر مهم جدا، اول مره يحصل في السوق العقاري، يكونوا قاعدين مع بعض بحيث ان احنا نقدر نطلع لاسعار ونثبت اسعار مهمه جدا ما بين غرفه مواد البناء وما بين المطورين المصريين. قبل ما انهي الانترو الخاص بيا، عايز اقول لكم عندي فقرتين مهمين جدا. فقره نتكلم فيها عن التمويل العقاري وهتهم كل مصري بيفكر يشتري الفتره اللي جايه ومعهوش سيوله كويسه جدا، ازاي يقدر يشتري صح وازاي يقدر يستغل كل التفاصيل الخاصه بالجزء الخاص بالتمويل العقاري. وطبعا شركه اميرالد للتطوير العقاري شركه محترمه جدا، شركه ليها اسم، هنشوف كل التفاصيل الخاصه بيها بلونش جديد بمشروع جديد على ارض الواقع في الام يو 23 في منطقه العاصمه الاداريه يعني هنقول عاصمه مصر الكبرى دلوقتي يعتبر. نطلع فاصل ونبتدي حلقتنا. طبعا ملف التمويل العقاري ده ملف يعتبر يعني بقاله سنين الناس بتتكلم فيه، كل الشركات وكل البرامج بتتكلم في التمويل العقاري ما له وما عليه. التمويل العقاري ملف مهم جدا، ملف بيدي تسهيلات كثيره جدا لمواطنين عايزه تشتري عقار وعايزه تشتري شقه العمر بتاعتها، بس ممكن تلاقي شويه معوقات بتحصل لها. ممكن يلاقي ان الورق بتاعه مش عارف يعمله، ممكن يلاقي ان هو خلاص بعد ما هيخلص الشقه دي ويشتريها يلاقي الشقه لسه نص تشطيب فممنوع مش هينفع، فهيضطر ان هو يخش في شريحه ثانيه في يعتبر في النسبه بتاعته او في اللي بيدفعه في نسبه لو كان 3% او 8% او ايا كان الرقم. هل في اتحاد كامل للتمويل العقاري؟ في اتحاد كامل للتمويل العقاري، الاتحاد المصري للتمويل العقاري، وقاعد معانا منورنا دلوقتي استاذ مجدي اليماني المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتمويل العقاري. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، منور برنامج عقار مصر. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. طيب الاول يعني محتاجين نتكلم شويه عن الاتحاد المصري للتمويل العقاري. تمام. طيب هو الاتحاد المصري للتمويل العقاري هو شخصيه اعتباريه يتبع اشرافيا الهيئه العامه للرقابه الماليه. الهيئه العامه للرقابه الماليه في سبيل تيسير الأنشطة المالية غير المصرفية ووفقا للقانون أنشأت اتحادات مختلفة، منها الاتحاد المصري للتمويل العقاري. الاتحاد المصري للتمويل العقاري بدأ في 2015، في آخر تقريبا 2015،
واتفعل نشاطه تقريبا من 2016 ونص 2016 بيضم فيه جميع شركات التمويل العقاري اعضاء في هذا الاتحاد زائد بعض البنوك. احنا حوالي تقريبا النهارده 12 بنك مع صندوق الدعم وبنك نصر الاجتماعي. كويس جدا. تمام. طيب هو الاتحاد انشئ ليه؟ هو انشئ للتيسير على المواطن اساسا. ليه؟ لان الهيئه العامه للرقابه الماليه كانت زمان في حاجه اسمها الهيئه العامه لشؤون التمويل العقاري. تمام. الهيئه العامه للرقابه الماليه ضمت بعض المؤسسات الرقابيه في من خلال مظله واحده. تمام. زي اتحاد التامين، اتحاد التمويل العقاري، اتحاد اعتقد كمان اتحاد اللي هي المؤسسات اللي هي زي الكونسيومر فاينانس او والمايكرو فاينانس والحاجات دي كلها، ده انضم تحت اتحاد تحت الهيئه العامه للرقابه الماليه من اشهر للتيسير. تمام. دي اول خطوه لازم المواطن الطبيعي لازم يبقى عارفها. الاتحاد انشا للتيسير على المواطنين. بالظبط بالظبط، للتيسير على المواطنين، ويبقى هو ده صوت صناعه التمويل للمواطن. تمام. بدل النهارده الهيئه بتبقى دورها رقابي فقط، لا، الجزء الفني. تمام. تم نقله او تم تفويض الاتحادات المختلفه، ومن بينها طبعا على راسها اتحاد التمويل العقاري، ان هي دي اللي تبقى تقيس السوق، تعرف ايه المشاكل السوق، ايه معوقات السوق، ازاي نقدر نعدل حاجه معينه للتاثير على المستثمر اللي هو المواطن اللي بيحصل على شقه من خلال التمويل العقاري. طبعا التمويل العقاري بدا في 2004 تقريبا، القانون صدر في 2001 وهو ابتدى يشتغل 2004 كان في معوقات كتيره جدا زي معوقات التسجيل والورق والملكيه الوحده وكل الكلام ده. تمام. مع التطبيق بتاعه حصل شويه تعديلات. تمام. احنا بقى كاتحاد من دورنا ان احنا نعرف ايه المعوقات دي ونحاول نوصلها للهيئه، عشان لو عايزه تغير تشريع، لو عايزه تغير تعليمات، لو عايزه تغير قرار تيسير على المواطن في الحصول على وحدة سكنية من خلال التمويل العقاري. كويس جدا. طيب لو احنا حابين بقى نوصل شوية معلومات للمواطن ازاي يقدر يخش في جزء التمويل العقاري، يعني ادينا كده النقاط الهامة ازاي هو يقدر يستفيد من التمويل العقاري. طيب هو التمويل العقاري دايما بينقسم لشقين، الشق الأول خاص بالعميل نفسه اللي بنسميه مستثمر، القانون نفسه سماه مستثمر، وجزء خاص بالوحدة. لازم الاثنين دول يبقوا مع بعض متوافقين واحكام القانون ولائحته التنفيذيه. نعم. طيب المواطن مطلوب منه حاجه واحده بس، تمام، انه ازاي يثبت دخله وان يكون بيشتغل في مؤسسه يقدر بيها يطلع مستندات تثبت قيمه الدخل او قيمه الـ طب الـ يبقى النقاط الاساسيه ازاي؟ اول حاجه اثبات الدخل. اثبات الدخل صح كده، وطبعا لازم يكون معاه بطاقه رقم قومي ساريه. كويس. تمام. ولازم يبقى عنده مقر سكن حالي نقدر يرجع عليه عشان المخاطبات والمراسلات، بطاقته حتى لو الشقه اللي هو قاعد فيها مثلا شقه مقيم مع والده في بدايه حياته. كويس. مثلا او شقه حتى ايجار، لازم يبقى ليه عنوان معلوم، بطاقه رقم قومي، مستند او مستندات دلوقتي بقى للتسهيل على المواطنين، مستندات اثبات دخل. يعني ايه؟ يعني النهارده لو الراجل ده بيشتغل في شركه بياخد 5000 جنيه مثلا، اتش ار لاتر من الجهه او خطاب بيفيد بدخله من الجهه او المؤسسه اللي شغال فيها. طيب عنده وديعه بتجيب له مش عارف قد كذا في الشهر، يقدر يثبت ان في عنده هو دخل اضافي. تمام. بقيمه الوديعه دي. والده بيشتغل في مكان ما في الخارج وبيحول له مبالغ بصفه منتظمه، يقدر يثبت الكلام ده. كل ما بتقدر تجمع دخل ليك كل ما بتقدر تحصل على تمويل اكتر. تمام. تمام. طبعا ده يعني هو احنا الخطوات تقريبا هي نفس خطوات تقريبا القروض، الخطوات الثابته الطبيعيه، الخطوات الثابته الطبيعيه زي ما بتحصل على اي تمويل، زي ما بتاخد كريدت كارد، زي ما بتاخد تمويل سياره، زي ما بياخد قرض شخصي. دي خطوات طبيعيه جدا في المواطن. تمام. طيب. وما يبقاش عنده مشكله بقى، يعني ما يبقى منتظم، يبقى عنده بالظبط. طب في فرق ما بين ان الشركات الخاصه اللي بتمول، تمام، وطبعا مبادره البنك المركزي ان هو بيمول. تمام. هنا الشركات الخاصه بتحاول تعدي كل التفاصيل عشان تبقى انت معاها. تمام. البنك المركزي المبادره بتاعته بيبقى الورق بتاعها او التفاصيل بتاعتها بتبقى صعبه جدا على المواطن. طيب يعني خلينا اقولها بشكل تاني. تمام. البنوك مؤسسات كبيره شويه عن الشركات، خلاص، تمام، وعندها قنوات مختلفة للحصول على التمويلات في اتجاهات عديدة. ماشي. خلاص. الشركات بتبقى أكثر تركيزا لأنها ما عندهاش غير منتج واحد اللي هو منتج التمويل العقاري، فبيبقى أيسر شوية للمواطن يروح الشركة أو يتصل بالشركة، يقدر ييسر على نفسه الأمور، لأن الشركة نفسها
متخصصه في التمويل العقاري فقط. كويس. خلاص؟ البنوك عندها اتكاهات كثيره جدا. خلاص؟ زائد ان البنك بيهتم جدا بالضمانه وده حقه. حقه. تمام؟ ان هو لازم الشقه دي يبقى معروف سند ملكيتها مظبوط. طب هي ضمانه الشركه الخاصه ايه؟ برضه الوحده، بس انا النهارده في بعض الامور ان انا ممكن اجيب وحده بديله للتمويل، ده اعتقد بيبقى صعب شويه في البنك. ممكن اجيب وحده من جهاز من هيئه المجتمعات العمرانيه تكون مثلا بتوكيل. يبقى البنوك شويه في الحته دي بتبقى متحفظه، بتبقى عايزه ليه اصعبها على المواطن مع ان الشركات ما هي برضه بتاخد نفس الحذر بتاعها اللي بياخده البنك؟ لا، هو البنك بيبقى شويه لانه هو بيبقى من اول يوم بيعمل يعني زي ما تقول حضرتك كده ايه، بيبقى الضمانه بتاعته دي تمام، لازم يبقى ضامن ان الوحده دي يقدر ينفذ عليها في حاله تعثر العميل. تمام. زائد طبعا موضوع المبادره بالذات موضوع انت عارف ان هو محكم جدا لانه هو فيه دعم. طبعا مبادره البنك المركزي النهارده مدعومه من الدوله وده للتيسير على المواطن، فاذا المبادره لما تبقى مدعومه تمام بيبقى لازم البنك يتاكد ان العميل ده يستحق هذا الدعم. صح. فبالتالي بيبقى فيه شويه، مش عايز اقول بيبقى شويه تدقيق في العميل انه يحصل، انما ما يكونش العميل، انت عارف احنا الموضوع ما بيتعملش للعميل الملتزم، الموضوع بيتعمل للمواطنين كلها. ممكن بقى عميل يقدم مرتين، يقدم ورق مش مظبوط، فالبنك بيبقى اكثر يستغل الفرصه، يستغل المبادره بالظبط. يستغل، ممكن يستغل، مش عايز اقول يستغل، لكن يعني يبقى. طب ممكن تذكره من حضرتك مبادره الدعم، مبادره الدعم اللي من البنك المركزي؟ تمام. تعرفها للمواطن. طيب هو في ثلاث حاجات الدوله الحقيقه مهتمه بيهم جدا. الموضوع الاولاني موضوع سكن طبعا محدود الدخل، وده بيبقى خلال صندوق الاسكان الاجتماعي. تمام. وفي مبادره لمحدود الدخل اللي هي من خلال صندوق زي ما قلت لحضرتك، وفي مبادره لمتوسط الدخل وفوق متوسط الدخل. تمام. ثلاث مبادرات. ثلاث مبادرات، محدود الدخل، متوسط الدخل، فوق متوسط الدخل. بالظبط كده. خلينا نتكلم صندوق الدعم ده، من خلال صندوق الدعم، من خلال الاعلانات اللي بينزلها الصندوق بشكل معين، وفيها اعتقد دلوقتي كمان بينزلوا حاجات للايجار لكل المصريين، والشقق اللي بتبقى الايجار اللي طالعه من هيئه المجتمعات العمرانيه. بالظبط، ده من خلال الصندوق. كويس. تمام. الجزئيه الثانيه او المبادره، خلينا نقول المبادره الثانيه، اللي هي المبادره اللي هي محدود الدخل، ودي متوسط دخل العميل المفروض ما يزيدش فيها عن 14000 جنيه. تمام. لا يزيد عن 14000 جنيه، اما كده هيخش في الشريحه بتاعت متوسط. بالظبط. كويس. والشقه ما تزيدش عن مليون و100. يبقى تاني، يبقى هنقول مبادره محدود الدخل من البنك المركزي لا يزيد دخله عن 14000 جنيه. تمام. صح كده. تمام. وان الوحده مليون و100 لا تزيد عن مليون و100. بالظبط. ممكن لو لا دي عشان يدفع 15%، ممكن الوحده تبقى مليون و400 ويدفع 20%. ايا كان مكانها فين. ايا كان مكانها فين. ما فيش مشكلة طالما ما تزيدش عن هذا الكلام، وطالما الملكية سليمة هيقدر ياخد المبادرة. طب متوسطي الدخل. متوسطي، ما هي دي متوسط الدخل 1400 الأولانية بتاع الصندوق. الصندوق دي سبع صندوق دي بتبقى 500000 و600000 وحاجات كده. يبقى الأول محدود الدخل 500 600000. دي من خلال الصندوق، ودي ليها إجراءات تانية خاص بيقدم العميل ببطاقته من خلال الإعلانات اللي بيعملها صندوق الإسكان الاجتماعي. كويس. إنما أنا حضرتك اللي كنت بنتكلم فيها دلوقتي اللي هو الدخل اللي هيتعدى 14000 جنيه، والناحية دي اللي هي متوسط الدخل. متوسط الدخل. كويس جدا. تمام. تمام. طيب المبادرة وفي فوق متوسط الدخل. فوق متوسط اللي هي بقى الشقة ما تزيدش عن 2.5 مليون وتبقى متشطبة. ودخل العميل ما بين 40 ل 50000 جنيه. طب لو مش متشطبه؟ لو مش متشطبه مش هتنفع، ما تخشش في الشروط دي. بالظبط. طيب ليه البنوك ما بتستغلش فكره ان انا كمطور عقاري ممكن اخش من ناحيه بنك معين وادخل الارض بتاعتي دي تبع التمويل العقاري وابني مع التمويل العقاري؟ طيب هو قانون التمويل العقاري ما بيمنعش ده. قانون التمويل العقاري في بنوده ما بيمنعش ان انا يعني اقدر امول وحده تحت الانشاء وفقا لنسب الانجاز. تمام. البنوك عندها حذر في هذا الموضوع. حضرتك عارف المطور عنده قنوات كتيره يقدر بياخد التمويل من خلال البنوك، ممكن ياخد تمويل على الارض او ممكن يكون مش مسدد الارض بالكامل. حقيقي. ففي ريجوليشنز محطوطه
بتاخد الارض من هيئه المجتمعات العمرانيه تقسيط وما بيخونش وما بيكونش سدد القيمه بالكامل، بياخدها بالقسط. على فكره في انا اسف لقطع كلامك، في كومباوندات موجوده من 2010 في السوق دلوقتي او 2011 في السوق، هي اوريدي لحد دلوقتي بتقسط لهيئه المجتمعات العمرانيه فلوس. تمام ماشي، وتكون منتظمه. هو منتظم. على فكره الانتظام ما بيمنعش. انا عايز افرق بس ما بين الشركات والبنوك، عشان يعني برضو الحته دي الناس كويس. بيبقى عندها شويه يعني زي ما نقول لبس في الموضوع يعني. تمام. القانون نفسه ما بيمنعش، القانون نفسه ما بيمنعش العقاري على كل الشركات سواء كان شركات او بنوك. لو التزم بالقانون 148 كويس. لو مشينا على قانون 148 يبقى هو القانون 148 هو ده اللي بيحكم التمويل العقاري، والا هيبقى نسميه حاجه تانية خالص، هنسميه قرض عقاري مثلا، سميه قرض شخصي. لكن لو التزم ببنود قانون 148 تمام، لازم الوحده تكون قائمه وموجوده، دي نمره واحد. تمام تمام. طيب الوحده مش موجوده لسه تحت الانشاء خلاص، بيبتدي ياخد التمويل تمام وفقا لنسب الانجاز. الحقيقه المطورين اللي بيبقى ملتزم بـ 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 بالاعمال او بتنفيذ الاعمال بمراحل معينه بالظبط كده، اللي هي نسب الانجاز بقى اللي احنا بنعملها، لو هو عمل جدول لنسب انجازه، يقول انا صبيت الخرسانه، بنيت اول دور، بنيت ثاني دور، بيبتدي ياخد التمويل العقاري، ممكن يديله نسبه تمام من الموضوع دوت او من الانجاز اللي عمله. تمام. لازم يلتزم بقى بالكلام ده. وحضرتك عارف انت البنى بينعكس على فلوس بتطلع، فلازم انا اكون الاثنين مع بعض. ليه؟ لان انا عندي طرف ثالث اسمه عميل، ما اقدرش اطلع للمطور فلوس وهو لسه ما خلصش الدور الاول مثلا. حي. ده هيخليه العميل يدفع قسط اكتر من المفروض يدفعه. طيب احنا فالعمليه الحقيقه مش سهله، عشان برضو ما نقدرش يعني دي موضوع نكون واضحين مع بعض، حساس جدا يعني. معنا استاذ امجد حسنين، وكيل غرفه التطوير العقاري، هو حابب ان هو يستفسر مع حضرتك شويه استفسارات كده مهمه جدا. طبعا. استاذ امجد مساء الخير جميعا. مساء النور، ازي حضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ كله تمام، ومساء الخير على الساده المشاهدين كلهم. معانا استاذ مجدي اليماني، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتمويل العقاري. حضرتك كنت حابب تساله مجموعه اسئله مهمه جدا، وحابب ان انت تستفسر كمان مجموعه استفسارات للمطورين العقاريين، اتفضل يا فندم. لا، هي الفكره بتاعت التطوير العقاري طبعا هي عدم تطوير التطوير العقاري تحت في الوحدات تحت الاتجاه في مصر، ده ناتج من قرار بنك مركزي بقاله اكتر من 15 سنه. فاحنا يعني نشدنا البنك المركزي والجهات المسؤوله اكتر من مره ان احنا نغير هذا القرار او نرجع نصيغ هذا القرار بما يسمح بحريه الحركه للبنوك والشركات في تمويل الوحدات تحت الانشاء. الردود اللي عندنا طبعا ان بيتم دراسه كل المقترحات في ضوء النهضه طبعا والطفره اللي بتشهدها صناعه التطوير العقاري خلال الفتره اللي فاتت، وطبعا والمشاريع الضخمه اللي جايه خلال الفتره اللي جايه. ونتمنى ان شاء الله ان خلال يعني الفتره المقبله يكون في تسهيل ووضوح لموضوع التطوير العقاري، تمويل عقاري والصناديق العقاريه، هم دول موضوعين مهمين جدا لصناعه التطوير العقاري في مصر ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب حابب حضرتك تساله على حاجه؟ لا تمام. لا انا اهلا بيك يا استاذ امجد. انا بس يعني هو طبعا حضرتك عندك حق فعلا، هو في قرار من البنك المركزي بقاله فتره كبيره من الموضوع، عشان كده انا قلت في فرق ما بين الشركات التمويل العقاري والبنوك. البنوك بتلتزم بقرارات البنك المركزي، الشركات القانون نفسه لا يمنع، بس مع الشركات برضو لازم يبقى انا عندي جدول اعمال منتظم من المطور العقاري عشان اقدر اطلع التمويل. بس طبعا هي الفكره زي ما حضرتك بتقول، الشركات طبعا ما فيهاش حظر، بس الشركات بترجع تستلف من البنك، فبتفاجئ ان البنك بيرجع يقول لها، فالشركات طبعا بتشتغل زي ما انت عارف براس مالها كله. صح. يعني تمام يا فندم. هو هي دي المعضله الرئيسيه. تمام طبعا. تمام. وهي كان ليها القرار ده كان ليه وقته وكان له منتهى الامانه، كان يعني صح في توقيته، وكان بحفاظ على العملاء وعلى الصناعه. استاذ امجد، بس حضرتك مش شايف ان لما يكون في وجود تسهيلات من التمويل العقاري كوجهه حضرتك، يعني من وجهه نظر ان حضرتك كمطور عقاري، ان لما يكون في تسهيلات مع بنوك خاصه كمان، البنوك دي بتساعد المطور العقاري من اول ما يبتدي البنى، يبقى هو بيتطور وفي نفس الوقت كمان بيدي تسهيلات تمويل عقاري للمواطن، مش ده المهم؟ يعني مش النقطه دي مهمه؟ لا جدا. طبعا التمويل العقاري يعني زي ما بنقول كده في الرياضه، هيودي الصناعه دي في التمويل العقاري، هيودي الصناعه دي في حته ثانيه طبعا. تمام
تمام. ومع خاصة مع كمان المشاريع اللي جاية والحجم المبيعات المتوقعة، لا هو أصبح ضرورة، مش يعني مش رفاهية يعني. بشكرك جدا يا أستاذ أمجد، شكرا لحضرتك جدا. طبعا زي ما حضرتك سمعت دلوقتي، هو يعني هو رجاء وطلب من المطورين العقاريين طبعًا. فكره ان احنا زي يكون في تسهيلات وتيسيرات للمطورين بحيث ان هم يقدروا يسهلوا للمشتري. طبعًا. نقدر نعمل ده ازاي يا فندم؟ طيب يعني هو الموضوع كله محتاج تنظيم، يعني عشان برضو الامور تبقى داخله في الخطوط السليمه للموضوع. الموضوع محتاج تنظيم، محتاج تنظيم من المطور العقاري، ومحتاج تنظيم من خلال التمويل العقاري كمنظومة عامة. أنا هنا هتكلم على الشركات وهتكلم على البنوك. تمام. البنوك النهاردة عشان تشتغل في موضوع تحت الإنشاء في محددات كتيرة جدا، والحقيقة احنا برضو يعني الاتحاد حتى كذا مرة احنا قدمنا مقترحات لسيادة محافظ البنك المركزي تيسيرا على الكلام ده، لكن واضح ان الامور برضو مش هتبقى بالسهولة اللي احنا نقدر نمول تحت الانشاء. لان برضو فلسفة الموضوع ايه؟ فلسفة الموضوع ان انا هو الموضوع اسمه تمويل عقاري، يعني تمويل وحدة سكنية. طب ازاي انا اقدر امول وحدة سكنية وهي لسه مش موجودة؟ طب ممول يعني لو حبينا ان احنا نمشيها مراحل، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكله. وعلى فكره بقول لحضرتك في شركات بتعمل الكلام بالعكس ده. بالعكس يا فندم، دي هتدي مصداقيه مع العميل طبعا، وهتدي مصداقيه للمطور طبعا، وهتجبر المطور ان طبعًا. هو يبتدي انشاءاته طبعًا. في وقت معين طبعا. واحنا قدمنا قبل كده مقترح من خلال رئيس مجلس اداره الاتحاد للسيد محافظ البنك المركزي على ان يبقى في حاجه اسمها حساب الضمان المجمد او حساب او الاسكرو اكاونت، ماشي، ان هو الفلوس دي تتحط في البنك ويتصرف المطور وفقا لنسب الانجاز. دي من ضمن الحاجات اللي بالفعل قدمنا فيها مقترح، والحقيقه يعني لسه يمكن المقترح ده تحت الدراسه. انا يعني بقول الكلام ده طبعا يعني للبرنامج، دي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي الحقيقه الاتحاد قام بيها. تمام. هل في خلال الايام القادمه ممكن نطلع بقرار في حاجه زي كده؟ طيب انا يعني ما اظنش ان هي تطلع بالسرعه دي. نقدر لكن نجري الموضوع ده ازاي؟ نقدر نحركه ازاي؟ الميه الراكده دي نحركها طبعا ازاي؟ طبعا انا اقول لحضرتك، هو في كمان في مقترحات كويسه جدا بتعمل من الشركات، ان انا النهارده ممكن اعمل اتفاقيه مع المطور العقاري بحيث ان لما يوصل نسبه انجاز معينه ابتدي اصرف له. تمام. يعني يقدر العميل يشتري الوحده على الوضع اللي هي مش موجوده دلوقتي او البدايات لحد مرحله معينه، ولما يجي مثلا قبل الاستلام بشويه ممكن ان احنا نديله تمويل ونزود الفتره. حلو جدا. ده مقترح من ضمن الاقتراحات اللي متقدمه. بس امتى نقدر يعني ناخد المقترح ده ونبتدي نعمل بيه؟ طيب يعني هو انا اعتقد انه محتاج مزيد من الدراسه، يعني طبعا هو موضوع مش بالسهوله، لان بقول لحضرتك محكوم بشويه تنظيمات كتير قوي. ما هو ايه اللي يعني هو مش طبعا يعني الموضوع مش موضوع بنك مركزي بس، لا لازم بنك مركزي والمطور يبقى ملتزم. يبقى ملتزم بايه؟ مش ملتزم بالبنى طبعا، هو لازم ملتزم بالبنى، ملتزم بالجدول الزمني اللي وضعه عشان يقوم العقار. النهارده انا لما بعمل حاجه عامه، واخد بال حضرتك، انا طبعا مش كل الناس زي بعضها، فممكن مطور يبقى ملتزم ومطور تاني يحصل له حضرتك عارف حصل مثلا خلال الفتره اللي فاتت في بعض الشركات اتاخرت نتيجه وجود ان هي ما فيش مواد البناء شويه كتيرة جداً ومع كتيرة. ذلك هم مستمرين بيستمر وبينجزوا وبيخلصوا، فده شيء كويس جدا. واخد بال حضرتك يعني السوق الحقيقه انتظم بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه، يعني انا ما يعني دي حاجه احنا شايفينها وطفره احنا شايفينها، وبقى في حوارات بتتم بالفعل ما بين غرفه التطوير العقاري والبنوك والهيئه العامه للرقابه الماليه كذا مره الحقيقه. في حوارات عشان نقدر نوصل لطريقه سليمه تضمن لكل الاطراف ان الموضوع يبقى منتظم والعميل في الاخر هو المستفيد. ده حقيقي، يعني العميل في الاخر هو المستفيد. طيب قبل ما انهي الفقره بتاعتي المهمه جدا للمواطن المصري، التسهيلات الخاصه بيه، ان هو لو لقى اي تعقيد في التمويل العقاري الخاص بيه يروح لمين؟ طيب هو لو راح لبنك دي يعني دكتور لا خالص، بالعكس بالعكس بالعكس، ده لو راح لبنك ولقى تعقيد، وانا اعتقد ان الامور دلوقتي ما بقاش فيها تعقيد، يعني لو التزم بالبنود اللي بيقول عليها البنك فده على طول يعني اعتقد انه يتوجه. البنود اللي حضرتك بتقولها دي سهله جدا، دي سهله جدا، لو جابها مش هيبقى فيه تعقيد. اصل التعقيد هيجي منين؟ خد بالك التعقيد هيجي منين؟ هقول لحضرتك جاب لا خالص ليه؟
مش هيتحط يتقال ان في مع يعني في ناس كتيره جدا كلمتني قبل كده في الفترات اللي فاتت ان احنا رحنا قدمنا في البنوك وخلاص تمام زي الفل ما فيش مشاكل، بس فكره ان هو لا لسه بيدرسوا الورق ولسه 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 فبياخد منهم وقت شويه. ما هقول لحضرتك كل شويه بيتاخر. هقول لحضرتك انا برضو يعني شويه بعذر البنوك يعني الحقيقه يعني. ليه برضو؟ لان حضرتك عارف الملكيات في مصر عندك عقود مسجله شهر عقاري، وعندك ورق بتاع هيئه المجتمعات العمرانيه، وعندك ملكيات من جمعيات، وعندك يعني في شويه كده تفاصيل كتير قوي ماشي. فالبنك والاداره القانونيه ملتزم انه لازم يتاكد ان ملكيه الوحده دي مظبوطه. صح. المسجل هو اسهل حاجه. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني النهارده في ناس حضرتك عارف انه كويس قوي، يمكن الموضوع ده برضو يمكن كان الفتره اللي فاتت بس اتحل كتير بين دلوقتي. المخالفات. النهارده العماره لو فيها مخالفه، ما انا النهارده لو في ما خلاص ما انا هنفذ عليها ازاي؟ لو فيها دور مخالف لو فيها دور مخالف ممنوع. يعني دي خطر على العقار. حتى النموذج 10؟ لا ما انا بقول لحضرتك الموضوع ده اتحدد بقى لما حصل التصالحات، ابتدت الموضوع يختلف. ابتدى يحصل النهارده التصالح خلاص. يبقى هو في النهايه انا كجهه تمويل عايز ايه؟ عايز الضمانه تبقى مظبوطه، او الضمانه لو لا قدر الله العميل ما قدرش يوفي بالتزاماته اقدر ارجع الضمانه دي ابيعها وجهه التمويل تاخد حقها وهو ياخد ما تبقى. طيب سؤال الاخير معلش، هم بيكلموني بقى لهم 3 دقائق بيقول لي الوقت خلص، بس معلش انا عايز حاجه مهمه جدا للمواطن. هل الاتحاد المصري للتمويل العقاري في جزء خاص بشكاوى المواطنين؟ هو ما فيش حاجه رسمي كده، لكن احنا طبعا يسعدني تلقي اي يعني شكوى لو حاجه خاصه بالشركات. يعني اتصل بحضراتكم؟ طبعا ايه المشكله؟ خلاص الاتحاد ليه ويب سايت طبعا وهقدر اسيبه على البتاع. يا ريت نحطه على الويب سايت دلوقتي الخاص بالاتحاد المصري للتمويل العقاري. اي حد عنده اي تفاصيل خاصه عايز يفهم فيها الجزء الخاص بالتمويل العقاري، او عنده ورق وحاصل فيه اي تاخيرات، متهيألي الاتحاد هيقدر يساعد. طبعا لو من خلال الشركات بيبقى سهل جدا، ومن خلال بنوك الاعضاء طبعا بيبقى ليه نقدر نتكلم. عندنا 12 بنك وعضو في الاتحاد، في بعض البنوك مش اعضاء، يبقى في الحاله دي هتبقى الموضوع يعني يبقى هيتاخر. مش عايز اقول ان هو مش هيقدر نقوم بيه، لكن يسعدنا طبعا. استاذ مجدي انا بشكرك جدا. انا مشكر جدا. شكرا لحضرتك جدا، نورتني. شكرا، متشكر جدا. طبعا بشكر استاذ مجدي اليماني المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتمويل العقاري، كان كلام مهم جدا. حبينا نستفسر عن كل التفاصيل الخاصه بالتمويل العقاري، واكيد هيبقى ليه كمان فقرات مهمه جدا معانا الفترات اللي جايه مع اتحاد التمويل العقاري، وهيكون ليهم مصدر قوه مهم جدا الفتره اللي القادمه ان شاء الله معانا. قبل ما اطلع او قبل ما انهي الفقره بتاعتي، وهيعتبر هقول لكم كمان برضو يعني هنهلكوا الحلقه بتاعتي الخاصه كمان النهارده، عندنا تقرير مهم جدا لشركه امر للتطوير العقاري، مكان مهم جدا في الام يو 23، مشروع مهم جدا، مشروع موجود على ارض الواقع، اتحاد شركتين كبار موجودين فيهم شركه يعتبر هي كونستراكشن، شركه انشاءات. لما يكون عندك شركه فيها شركة إنشاءات شريكة في هذه الشركة التطوير العقاري، اعرف الناس دي بتبني والناس دي هتبني، ودي أهم حاجة للمصداقية للمواطن اللي بيفكر يشتري. نطلع الفقرة وأقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معانا لقاء مهم جدا مع رئيس مجلس إدارة شركة إمرالد. شركة إمرالد هي موجودة في السوق بقوة بأسامي شركاء إنها محترمين في السوق العقاري، شركة كونستراكشن وشركة طبعا استثمار عقاري، شركتين أسامي كبار، أسامي معروفين، وبناء عليه هي ولدت شركة إمرالد. منورنا يا باشمهندس. أهلا بيك فندم، أهلا بيك في الصور. الأول من يعني عايزين نعرف من حضرتك شركة إمرالد قوتها في السوق الفترة اللي فاتت إيه، وقوتها الفترة القادمة هتبقى عاملة إزاي؟ شركة إمرالد هي جاية من تحالف شركتين، شركة العروبة إيجيبت اللي بتعمل في السوق العقاري من عام 2006، لينا عدة مشاريع في التجمع الخامس في اسكندرية في عدة مناطق، بالإضافة إلى شركة كيان. وشركة كيان هي شركة مولات، وإن شاء الله هتكون الدراع التنفيذي لشركة إمرالد، وهي هتكون مختصة بأعمال التنفيذ، وده بيدينا قوة لتنفيذ مشروعاتنا، لان احنا ان شاء الله نسلمها في ونلتزم بمواعيد التسليم، ويكون في دقه والتزام بمعايير الجوده في مشاريعنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب اختيار حضرتك لشركه ام ار بي طبعا للاستشاره لاداره التشغيل، وطبعا شركه محمد طلعت او دكتور محمد طلعت للاستشارات الهندسيه، محتاجين نعرف برضو من وجهه نظر حضرتك انت اخترت الاسامي الكبيره دي، عايزين نعرف قوه المشروع مع شركتين. هو اولا المشروع مساحته 6600 متر، بيقع في منطقه الام يو 23 على محور الامل دايركت. محور الامل ده يعتبر البوابه الرئيسيه للعاصمه الاداريه الجديده من طريق السويس ومدينتي.
كويس. فلازم كنا نستعين باستشاريين كبار زي مهندس محمد طلعت. مهندس محمد طلعت مكتبه عامل حوالي اكتر من 80 مشروع جوه العاصمه، هو عارف كل الاكواد وكل الاكواد المطلوبه بشركه العاصمه الاداريه، بالاضافه الى شركه الاداره والتشغيل اللي هي شركه ام ار بي اللي فيها مهندس محمد راشد، لان المولات التجاريه مش بس عمليه بيع، ولكن الاداره وتشغيل المولات دي اهم بكتير من عمليه التنفيذ نفسه، عشان نضمن لعملائنا انه اعلى كفاءه انتاجيه واعلى كفاءه تشغيليه لوحداتهم، وبالتالي الار واي او ريتيرن اوف انفستمنت على وحداتهم تكون مرضيه جدا لعملائنا باذن الله. ايه الحاجه اللي هتخليني كعميل اشتري مع شركه اميرالد؟ اول حاجه الموقع. الموقع بيتوسط منطقه الار 2 والار 3، دي مناطق سكنيه فيها حوالي 250 الف نسمه، فالديماند على المنطقه دي هيكون عالي، بالاضافه الى ان دايركت المشروع على محور الامل ده شريان رئيسي في العاصمه الاداريه، فاهم حاجه في موضوع اللوكيشن، بالاضافه للفاسيلتيز اللي احنا عاملينها جوه المشروع، في 3500 متر بلازا، في 5 مصاعد المشروع، في غرف اجتماعات لكل الوحدات الاداريه، في ويتنج اريا للوحدات الطبيه، في مدخل منفصل للجزء الطبي ومدخل خاص للجزء الاداري. كل وحداتنا كلها ليها فيو، لان المشروع عباره عن 3 وجهات، فنقدر ندي لكل العملاء يكون عنده فيو سواء على البلازا او على الشارع دايركت او على محور الامل، بالاضافه الى ادوار الارض التجاري كلها ليها اول دور، فكل ده بيدي لعاملنا فاسيليتيز وحاجات مميزه يقدر ان هو يستفيد بيها، وندي برودكت مختلف يميزنا عن بقيه المشاريع الموجوده في المنطقه ان شاء الله. طب سؤالي الاخير لحضرتك، هل الفتره القادمه شركه اميرالد هيبقى عندها محفظه اراضي سواء كان في الساحل سواء كان في القاهره الكبرى؟ احنا حاليا مركزين في العاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه الجديده احنا مؤمنين بيها جدا، منطقه الام 123 بالذات حجم الانشاءات اللي موجود فيها كبير جدا، احنا لسه ان شاء الله هنبني، واخواتنا المطورين حوالينا في مشاريع اوريدي جاهزه، ففي عده مشاريع ثانيه هنعلن عنها لاحقا موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، بالاضافه الى في دراسه جدوى حاليا بندرسها بخصوص الساحل، لان الساحل حاليا يعني يعتبر في اعلى فترات نجاحه يعني، فحاليا بندرس ان شاء الله موضوع الساحل باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا. شكرا لك. اشكرك. طبعا من ضمن نقطة قوة أي شركة فكرة التطوير، فكرة أن يكون عندي خطة تطوير مهمة جدا، يكون عندي كل التفاصيل الخاصة بالأمور المالية بالمشروع، هعرف إزاي أنا هكسب منه وهعرف إزاي أنا هغطيه لو حصل معايا أي ظرف طارئ لا قدر الله. مهم جدا يكون معنا اللقاء ده طبعا مع باشمهندس محمد كمال مجلس إدارة شركة إمرالد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. الاول يعني كلمنا الاول عن خطه التطوير الخاصه بشركه امر، لان عرفت ان انتوا عندكم تفاصيل معينه مهمه جدا في الموضوع ده. اتفضل. احنا خدنا قطعه ارض في محور الامل، محور ام 123 اللي بيقع ما بين الحي السكني ار 2 ار 3 والمعروفين بقى على كثافه، ومستهدف فيهم 250 الف نسمه في الفتره الجايه، ومعروف العاصمه الاداريه في الفتره دي توجه الدوله كله هناك، الحكومه كلها بالكامل نقلت هناك طبقا لتوجيهات الحكومه والسيد الرئيس. فاحنا اخترنا القطعه دي بمساحه حوالي 6600 متر عشان يبقى نشاط متعدد ما بين تجاري واداري وطبي. كويس جدا. طيب شايف الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني خطه التطوير الخاصه بشركه اميرالد، احنا بنستهدف قطع اراضي تانية في العاصمه الاداريه وفي راس الحكمه وفي العالمين الجديده، وهي دي الاماكن اللي الدوله بتستهدفها وبتغير فيها الانفراستراكشر بالكامل، بتتعامل على اعلى مستوى وبتطور فيها وتدعو، وهي مناطق جذب للمستثمرين كلهم سواء المستثمرين المصريين او المستثمرين الاجانب. طب سؤال شخصي ليا بصراحه، هل مشروع ستون كابيتال، هل المشروع ده تمويل شخصي ولا تمويل او تمويل ذاتي يعتبر ولا تمويل بنك؟ احنا سؤال رخم شويه صح؟ لا مفيش مشكله، مفيش اي حاجه. اتفضل. احنا شركه اميرالد هي نتجت نتيجه اتحاد شركتين، شركه العروبه ايجيبت وشركه كيان الاستثمار العقاري، فهو تمويل ذاتي بالكامل 100% شخصي من المستثمرين اصحاب الشركه، مفيش اي تمويلات من البنوك، الارض بالكامل احنا واخدينها ملاءه ماليه مننا احنا بس. كويس جدا.
طبعا ومهم جدا، اهم حاجه في اي شركه عقارات هو جزء الماركتنج وجزء التسويق الخاص بيها. فكره ان انت يكون عندك رئيس قطاع تجاري قوي في السوق العقاري وليه شغل في السوق العقاري وليه وصمته في السوق العقاري، دي كانت اهم نقطه ويعتبر من اهم نقاط قوه شركه إمرالد. معانا طبعا الاستاذ احمد فارس رئيس قطاع تجاري. اهلا بيك. اهلا وسهلا منور برنامج عقار مصر. بجد يعني مبروك والف مليون مبروك على الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طيب خلينا بقى نتكلم ونخش في الموضوع على طول. يعني انا الطبيعي ان انا لما بسال اسئله كده بسال اسئله خاصه بالمشروع. انا عايز اتكلم وتبيع لي الشغل بتاعك الخاص بشركه إمرالد. بص دلوقتي طبعا انت عارف ان في مشاريع كتير جدا 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 موجوده في منطقه الاميو 23 وفي العاصمه عامه، فاحنا لما نزلنا بالمشروع حبينا نكون متفردين في حاجات معينه. الحاجات المعينه اللي احنا كنا متفردين فيها، اول حاجه موضوع العقد. فالنهارده ان انا اعمل ان انا كشركه ان انا اتبنى مبادره ان انا اعمل عقد رضائي او عقد يضمن حق العميل زي ما بيضمن حق المطور بالظبط، ما يبقاش كل البنود اللي فيه جايه للمطور. تمام. انا النهارده عملت ايه؟ عملت بند بيتيح للعميل ان هو يوقف الاقساط لو انا ما سلمتوش ببند موجود في العقد. ثانيه واحده، يعني انت غيرت فكره عهود الاذعان المعروفه، او يعتبر في عهود الاذعان المعروفه لشركات التطوير العقاري، انت غيرت فكره العقد نفسه بصيغه العقد نفسها. بالظبط. كويس جدا. بالظبط. انا اهم حاجه كان عندي النهارده ان انا اقدم حاجه اكون مختلف فيها شويه. فاحنا حاولنا نكون الاختلاف يجي من ايه؟ من مفهوم الالتزام مع العميل. انا النهارده اثبت للعميل ان انا ملتزم، فانا النهارده مش قلقان من حاجه خالص. انا هسلم في ميعادي، هبقى ملتزم بالجدول الزمني بتاعي، هبقى ملتزم مع جهاز العاصمه، وهبقى ملتزم طبعا مع العميل. لذلك بحط على نفسي بنود في العقد، تمام، تضمن حق العميل وتكون ايه؟ تكون ضدي لو انا خالفت او انا ما التزمتش. تمام. تاني حاجه احنا حاولنا ان احنا ايه نخاطب كل المستثمرين. نخاطب المستثمر اللي جاي بيستثمر في حاجه صغيره او بنسميهم صغار مستثمرين، ونتحرك برضو على المستثمرين بيتحركوا في حاجات كبيره، حاجات اكبر شويه. كويس جدا. طب قول لي بعد اذنك، يعني اخر سؤال كده معلش، قول لي اللونش اللي انتوا عاملينه، الامكانيات او يعتبر الخصومات اللي انتوا عاملينها في اللونش. احنا النهارده عاملين نظم سداد مرنه بتوصل من اول 15% مقدمات توصل حتى 9 سنين، من خصم لونش 10% على كل الاسعار اللي موجوده. كويس قوي. بلس ان احنا عاملين خصومات بتوصل ل 25% على بعض انظمه الدفع اللي هي المضاد. خصم ال 25% ممكن يوصل لخصم الكاش في بعض المنافسين عندي. يعني 25% ده منافسين ليا ممكن يعملوا خصم كاش، انا عامل خصم ال 25% ده على 5 و6 سنين، بحيث ان انا النهارده بعمل ايه؟ بعمل وين وين سيتويشن ما بيني وما بين العميل. صح. صح. ان انا النهارده حضرتك تاخد سعر كويس جدا مني، وفي نفس الوقت انا باخد منك الايه؟ الفلوس على فتره اقل. تمام. بحيث ان ايه؟ ان انا ما يحصلليش برضو ايه؟ انا دارس الموضوع عندي كويس. بالظبط. ما يحصلش دروب، ما يحصلش اي حاجه. طيب انت في خلال قد ايه هتسلم العميل الوحده العميل؟ ان شاء الله احنا حاطين تسليم، لان طبعا انت زي ما انت فاهم هي اشتراطات العاصمه. العاصمه حطلنا 4 سنين احنا ملتزمين بيهم. خلال ال4 سنين نكون مسلمين المول متشطب وهقسط على 9 سنين. وتقسط على 9 سنين. طبعا دكتور محمد طلعت منورنا برنامج عقار مصر، وحضرتك طبعا المهندس الاستشاري الخاص بمشروع إمرالد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ طاهر. ازيك؟ الاخبار؟ محتاجين الاول بقى نعرف تفاصيل خاصه بمشروع إمرالد الكامل من وجهه نظر حضرتك. المشروع في الام يو 23، والام يو 23 ده هو يعني امتداد لمحور الامل، ومن الاماكن اللي زمان كانت يعني مشهوره جدا في العاصمه. اول المناطق اللي تم تطويرها في العاصمه كانت الام يو 23، وهي دي كانت التوب في التجاري واداري لحد ما بدأوا يطرحوا الداون تاون. حقيقي. ولما بقى الداون تاون اتعمل فيه مشروعات كتير وبدات يعني يتزحم شويه، رجعت الناس تانية للام 23. قالت ايه؟ طب احنا لا، طب ده هو ده مساحات الاراضي اكبر، المساحات اوسع. فبداوا يرجعوا تاني للام 23. للام 23. لما بداوا يرجعوا تاني كانت المنطقه عمرت جدا، يعني كانت الام 23 بعد مشروعات فيه طلعت وظهرت. الار 2 خلصت، الار 3 خلصت، الاحياء كلها بقى صانع تبع الدوله او تبع المطورين خلصت، مدينه المعرفه، المدينه الرياضيه. كل ده خلص. فبقت الام 23 النهارده هو لما كان زمان هو بدايه الاستثمار، هو دلوقتي بقى
يعني اهم نقطه في الاستثمار في العاصمه الاداريه بالظبط بقى هو المكان اللي شغال. لو في حد يسكن في العاصمه الفتره الجايه يسكن في الار 2 او في الار 3 ما يعني هو ده المكان اللي جاهز حاليا دلوقتي اكتر حاجه. لو في حاجه شغاله او في زي ما قلت منطقه الالعاب الاولمبيه اي احتفالات اي حاجه بتبقى موجوده جنب الام 23 فبقت المنطقه مميزه جدا. هي الحاجه الثانيه الارض اللي هم يعني خدوها هي ارض مكانها حلو موقعها متميز كويس ان هم لحقوا ياخدوا حاجه من الحاجات اللي على الشارع الرئيسي وهي كمان على شارع خلفي وفيها حديقه خلفيه وشارع جانبي فتعتبر على ناصيتين يعني على ثلاث شوارع جد. مساحه الارض مستطيله حلوه فبقت عندك الناصيه مع الواجهه الطويله دي خلت المشروع يا ترى مفيش حاجه خلفيه اصلا خالص يعني صح. فبقت عندنا الجزء الوحيد الخلفي هو جزء منطقه الخدمات وبقيه المشروع كله عملنا الديزاين ان كل الوحدات بقت شايفه الشارع يا شايفه الشارع ده شايف الشارع ده شايف الشارع اللي ورا وبعدين خلينا مفتوح بطريقه معينه بحيث ان حتى الوحدات اللي هي المفترض بص على الشارع الجانبي لا هي بقت باصه برده على الامامي حي. فكل وحدات المشروع شايف الشارع الجانبي والشارع الامامي وشويه وحدات بسيطه قوي شايفه الشارع الخلفي اللي هو على الحديقه والشارع الخلفي. طب على الجار مفيش ولا وحده سنسرات بقى سلالم خدمات اوض خدمات كويس يعني مفيش غير كام وحده صغيرين قوي اللي هم على الشارع الخلفي اللي هي مساحتها بقى صغيره والحاجات اللي طالعه يعني مساحات تعتبر يعني فرصه استثماريه للناس ان تلاقي حاجه بقى مساحه صغيره كويس. موجوده في مبنى زي ده لكن بقيه الوحدات كلها مو انا شايف انها مميزه يعني ما يعني ما بفتكر كده اللي اوت والبلان مش شايف ان في حاجه مش مميزه فيها فمش لاقي لحد دلوقتي صح. انا فاهم بص بقى يعني لا بالعكس ما فيش ولا وحده تقريبا مش مميزه يعني كلهم حتى سواء اللي على النواصي سواء اللي على البلازا يعني. مشكورك جدا يا فرانس شكرا لحضرتك شكرا جزيلا نشوفك على خير ان شاء الله. وطبعا قوة المشاريع مش بس البناء وخلاص هي أهم حاجة إدارة هذا المشروع. كان مهم جدا إن شركة إمرالد تتعاقد مع شركة محترمة باسم شركة إم آر بي ليها اسم موجود بقاله فترة السنين اللي فاتت في العاصمة الإدارية وبرضه خارج العاصمة الإدارية ومنورنا رئيس مجلس إدارة شركة إم آر بي باشمهندس محمد راشد أهلا بحضرتك. أهلا منور برنامج عقار مصر. الله يخليك الله يخليك. نور بيك. أشكرك. الأول بقى احكي لنا من وجهة نظر حضرتك شايف شركة إم آر بي هتعمل إيه أو هتدي إيه كامكانيات وفاسيلتي مثلا لمشروع زي شركه إمرالد او مشروع شركه إمرالد. شركه إمرالد اتعاقدت معانا على مشروع ستون كابيتال في الام يو 23 ولما جانا المشروع احنا شفنا فيه ان هو بروميسنج او مشروع هيبقى كويس هيبقى حلو وده بيرجع للسكوب بتاعنا ان احنا بنيجي ناخد المشروع بناء عليه وده على الدراسات المبدئيه اللي بنعملها للمشروع. فلما عملنا دراساتنا على الام يو 23 ده رايي الخاص ان هي مدينه نصر الجديده بالشكل مدينه نصر الجديده بالشكل بس العاصمه الاداريه صح بس كده العاصمه ليه لان المدينه الاولمبيه بتفكرني دايما باستاد القاهره المدينه الاولمبيه اللي موجوده هنا في الام يو 23 بتفكرني دايما باستاد القاهره والانشطه اللي بتقام فيه وقد ايه المنطقه دي استيل لغايه دلوقتي بقت او قصدي لغايه دلوقتي موجوده في احسن صورها كاستثمار سكني او استثمار تجاري حقيقي. فالتجربه دي بتتكرر في الام يو 23 وزائد ان الدراسات بتاعتنا قالت برضو ان هي اول مجموعه هتشتغل بالظبط فاول جروب هيشتغل دوت فالاستثمار فيه هيبقى كويس وهنا هنقدر كام ار بي ننجح فيه مع شركه إمرالد. انت ممكن تاخد مول جميل جدا اصعب انك توصل حقيقي مش مدروس كدراسه مروريه احنا بنعملها ما بنيجي نحط عناصر التشغيل هيبقى في مشاكل في الوصول اليه ايوه واحنا شفنا مولات كتير جدا بقت مش احسن حاجه بسبب ان ما فيهاش عدد ركنات كفايه او مولات باركنج او المناطق الخارجيه مش عارف توصل ليها كمول يعني صح. فكل المؤشرات والدراسات بتقول ان لا عندنا مول كويس هيبقى من الناحيه الاستثماريه ناجح هيبقى شغال ان شاء الله بصوره كويسه.
كان مهم جدا طبعا نعرف اراء شركات التسويق العقاري. شركات التسويق العقاري يعتبر عصب السوق العقاري وليها كلمه مسموعه في السوق العقاري وليها قوه في السوق العقاري. استاذ كاظم جلال يعتبر المدير التنفيذي لشركه هورو ايجيبت. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا طارق، ازاي سعادتك؟ الاول انت كشركه تسويق عقاري شايف ايه الجديد في شركه ايميرالد ومشروع ستون كابيتال بالعاصمه الاداريه؟ احنا في شركات التسويق بنحب نختار ان الشركات القويه اللي نشتغل عليها علشان نعمل شغل قوي ونحقق نتائج مبهره، وبنحترم العميل بتاعنا عشان كده بنختار له الشركات المحترمه اللي نثق فيها. كويس. تاني نقطه، شركه ايميرالد اختارت شركاء نجاحها اقوياء زي الباشمهندس محمد طلعت وشركه ام ار بي الباشمهندس محمد راشد، فده بيدينا يعني في شركات تسويق اطمئنان زياده ان انا اشتغل عارف ان انا بقدم للسوق العقاري منتج محترم، وده بيخليني طبعا اثق في الشركات اكتر. شكرا. طبعا كانت نهايه يعتبر اليوم الخاص بينا النهارده يوم كامل مع شركه ايميرالد، يوم مهم جدا مع شركه ايميرالد، شركه يعتبر ولدت كبيره، ولدت باتحاد شركتين اسامي معروفين جدا، ومهم جدا يكون فيها شركه كونستراكشن، شركه مقاولات. لما يكون عندك شركه فيها شركه مقاولات او يكون فيها شراكه فيها شركه مقاولات، دي اهم نقطه للعميل، بالذات لما يكون في اسامي فيها ثقه معينه ومحدوده في السوق العقاري.